هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. اولا بعدا قبل ما نتكلموا على النزاهات ديال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي نعطيو واحد النبذه قصيره قبل ما بدات البطوله الوطنيه. راك عارف انت كاع الانديه كيستعدوا انتدابات بعدد من الامور باش يبداو موسم كروي جديد. كما كتعرف فريق الرجاء الرياضي البيضاوي اللي انت ذكرتي الاسم ديالو اللي اتصلت عليه الضوء, فريق الرجاء البيضاوي كما كيعلم الجميع كيعرف بانه انهى الموسم الماضي ابيض اللون, بمعنى انه ما توج لا بلقب لا البطوله لا بكاس العرش لا على المستوى القاري ولا الكاس العربيه اللي كان ربما الامل ديال الجماهير الكبير انهم يضخوا مبالغ ماليه باش يفكوا النزاعات اللي عليه. حتى كنتفاجئوا بان الجامعه الملكيه اولا العصبه الوطنيه الاحترافيه عطات واحد لاليست ديال عدد من الفرق الوطنيه اللي عندها عدد كبير من النزاعات ديال الليتيج كتعلق بمدربين وبلاعبين سابقين ديال 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 الفرق, ابرزها هو فريق اتحاد طنجه. نتكلموا على فريق الرجاء الرياضي البيضاوي اللي عنده مشاكل كبيره مع عدد كبير من اللاعبين اللي كانوا كيمارسوا معاهم مشاو واللي باقي لحد الان كيمارسوا. كنتكلموا على زنيتي, كنتكلموا على ربما حفيظي, الان جمال حركاس اللي غير فعدوا قضائيه على فريق الرجاء البيضاوي بسبب بعض الخلافات ديالو على المستوى المادي اللي كيتسالهم مبالغ ماليه كبيره. وكل هذه الامور هذه في ظل هذه الامور للاسف كنشوفوا ان فريق الرجاء كيقدم على التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين اخرهم واد حسين اولا اللاعب العراقي اللي جابوه مؤخرا. هنا كيتطرح التساؤل, علاش فريق ربما بعيدا على نذكروا الرجاء اولا اتحاد طنجه اولا اي فريق معين كيعيش ازمه ماليه وعنده ليتيج وعنده عدد كبير من الامور كيتعاقد مع لاعبين جداد, يعني في الوقت اللي كانوا كيتسناو فريق الرجاء انهم يجيبوا لاعبين من ابناء المدرسه ليسبوار. كنشوف الفريق كيمر من ازمه ماليه وفي نفس الوقت كيؤدي او لا كيجيب لاعبين بمبالغ ماليه كبيره. جمال حركاس حقه هذاك لان لاعب مر في يعني مع فريق الرجاء الرياضي البيضاوي للسنوات على ما اظن, الان فسخ العقد ديالو او لا انتهت المده ديال العقد ديالو, اكيد انه غيطالب بالمستحقات ديالو الماديه وهذا حق مشروع كما مع محسن متولي اللي كانت ربما الشكوك تاعهم حول انه غيرجع للفريق الرجاء الرياضي البيضاوي. كلشي كيتفاجئ انه مدد العقد مع فريق اتحاد طنجه وفي نفس الوقت راه كيتسال الفريق الرجاء الرياضي مبالغ ماليه كبيره. القدوم ديال رئيس جديد مع بودريقه واش غادي يحل ازمه الرجاء ولا وقيلا خاصها اكثر من 4 ديال ولا 5 ديال المليار غير باش تفك الليتيج اللي عليها؟ هذا امر محسوم ربما الاداره ديال الفريق بالنسبه للاعبين اللي الان كيمارسوا الان في الدوري الوطني الاحترافي وخصوصا اللاعبين ديال صغار السن. هذا امر ماشي مرفوض ولكن ما خصوش يكون لان اللاعب باقي عنده مازال مشوار كبير, مشوار كروي كبير. الا كان كيعطي للفريق لما لا انه يصبر يقدم تنازلات ويصبر على ود التونير. كنشوفوا عدد كبير من اللاعبين اللي مروا في فريق الرجاء ابرزهم ياسين الصالحي اللي استغنى على عدد كبير من المبالغ الماليه في يعني في خاطر الفرقه وفي خاطر الجمهور ديال الفريق. علاش ما نشوفوش لاعبين اللي ربما يتنازلوا نوعا ما ياخذوا على الاقل كما كيقولوا بلوك الكره لي ترونش, ياخذ ترونش الاولى وترونش الثانيه يصبر عليها واحد المده, ما يكونش داك اللاعب اللي طماع بلغه الدارجه. اكيد لاعبين عندهم التزامات اسريه, عندهم التزامات ماديه, عندهم عدد من الالتزامات, ولكن في نفس الوقت يصبروا على الفريق لان فريق كما كنقولوا كيمر ازمه ماليه كبيره وخانقه جدا. علاش؟ لان فريق الا ما كانش عنده ازمه ماليه طبيعه الحال غادي يتهلا في اللاعبين ديالو لا من الناحيه الماديه لا من الناحيه المعنويه ويجيب لاعبين وعنده مستقبل زاهر. ملي كتشوف فريق الرجاء كيمر من ازمه كبيره وانت كتزيد تخنقه بليتيج وبالكريديات يعني هنا امر ربما غير مقبول بالنسبه للاعبين. كندوي على اللاعبين اللي كيمارسوا الان في الدوري الوطني لان مستقبلا عندهم ما يقولوا على المدى البعيد. بالنسبه للقراءه ديالي حول قبل ما تنطلق البطوله الوطنيه, احنا اكيد اننا شفناها انطلقت على الورق وفي مواقع التواصل الاجتماعي بالضبط في الموقع الرسمي ديال الجامعه الملكيه اللي العصبه عطات واحد اللائحه موسعه ديال عدد كبير من الفرق, اتحاد طنجه, حسنيه اكادير, منهم الرجاء, منهم عدد كبير من الفرق اللي كيعيشوا ازمه ماليه واللي عندهم كريديات. يعني كنشوفوا اتحاد طنجه اكثر من 4 ديال المليار, وهذا هو السؤال. انا صراحه شخصيا تفاجات الفريق اللي كان مهدد العام اللي فات انه يسقط القسم الوطني الثاني الان عنده كريديات, والمفاجاه ان الرئيس ديال اتحاد طنجه كيقول بان غنلعبوا على البطوله. ما عرفناش شنو كاين المستفيد الاكبر خلال هذا الميركاتو الصيفي قبل ما تنطلق البطوله. اكيد هو فريق الفتح الرباطي, الجيش, نضال البركانيه, توارقه ايضا لهذه الفرق اللي غاديين بواحد الطريقه ممنهجه بواحد الطريقه ديال التسيير جيده وجيده جدا. استقدموا لاعبين سيبلي, برافو للجمال السلامي, برافو ايضا للاداره ديال فريق الفتح الرباطي لانهم جابوا لاعبين كما قلت في الاول سيبلي, كنتكلموا على حميد احداد, كنتكلموا على ايضا لاعبين اللي تنقضوا قاريا, بمعنى كندوي على عبد الإله مذكور اللي كان كيلعب مع فريق الرجاء الرياضي البيضاوي الان ما غيشاركش الرجاء في اي مسابقه قاريه, التجا انه يمشي النهضه البركانيه. فريق الجيش الملكي ايضا, يعني كل الفرق استعدت بما فيه الكفايه من ميركاتو صيفي من معسكرات, ولو ان
البطوله ديال كاس العربيه اللي شارك فيها الرجاء والوداد راه ماشي كانت بطوله فقط من اجل المشاركه، راه كانت بطوله ومشاركه استعداديه للموسم الكروي الجديد. ولو ان الوقت ضيق جدا الى راح تبقات فقط ايام قليله يوم الجمعه المقبل على انطلاق اول مباراه ديال المغرب الفاسي، كنتمنوا على ان الموسم الكروي ينطلق بشكل جيد، وكنتمنوا على انه الاهم هو انه ينطلق بدون مشاكل وبدون شغب، وتكون يعني كره القدم المغربيه في يعني في اوج العطاء ديالها، ولو ان عدد كبير من الملاعب وهذا موضوع اخر اللي تسدوا نظرا لان كاين هناك اصلاحات واستعدادات ديال مونديال 2030. كنتمنوا على ان الموسم الكروي الجديد ينطلق كيف قلت في الاول، ينطلق بشكل جيد وبشكل ايجابي ورقيو رقيو بمستوى كره القدم الوطنيه، لان الانجاز التاريخي ديال المنتخب الوطني المغربي راه يرخي بظلاله ايجابا وليس سلبا لكره القدم المغربيه. وشكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.